السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إزاي نقلل من نسبة حدوث المية البيضة في الأكل؟ ده سؤال مهم جدا بيجينا كتير في العيادة وناس كتير بتسأل عنه. هل ينفع فعلا أقلل حدوث نسبة المية البيضة في عيني؟ أيوة ينفع. أول حاجة وأهم حاجة، لو لا قدر الله عندك السكر لازم تظبط السكر جدا، تتابع مع دكتور البطنة وتهتم جدا بدرجة تحاليل السكر، علشان لو زادت بتأثر تأثير مباشر على عدسة العين. تاني حاجة عدم التعرض للأشعة فوق البنفسجية. عدم التعرض للأشعة فوق البنفسجية بيحمي العين من المية البيضة وزيادة معدل المية البيضة بنسب كبيرة جدا، طبعا بارتداء النظارة الشمسية في الشمس وعدم التعرض للشمس المباشرة. طبعا زيادة أكل الخضروات والفاكهة والسمك، وكذلك البعد عن التدخين وشرب الكحوليات مهم جدا لتقليل نسبة حدوث المية البيضاء. تابعونا في قناة الفيسبوك واليوتيوب ليصلك كل جديد ومفيد عن طب وجراحة العيون.